صباح الخير يا سنة تانية، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنبدأ أولى محاضرات مادة تاريخ مصر البطلمية، وهنتكلم فيها بداية عن الإسكندر الأكبر وغزوه أو فتحه لمصر. بس طبعا قبل ما نبدأ عن دخول الإسكندر الأكبر، عايزين نعرف هل كان في علاقات أصلا ما بين مصر قديما وبلاد اليونان؟ هل فعلا كان في علاقات ما بينهم؟ الحقيقة كان طبعا في علاقات. الحقيقة الـ Egyptian Greek relationship before the arrival of the Greek to Egypt was known، وكانت معروفة، وكانت موجودة من فترة 3000 سنة قبل الميلاد لغاية القرن السادس قبل الميلاد. لأن مصر كانت معروفة إن هي بعلاقتها قوية ببلاد اليونان والجزر اليونانية مختلفة، زي جزر كريت، أبروس، ساموس، رودس، كل ديت جزر يونانية كانت مصر علاقتها كويسة جدا بيها. تمام. يبقى the relationship between Egypt and Greece dates back as early as 3000 BC. And this type of relationship, especially the commercial relationship, continued till the 6th century BC. Egypt kept a very important and very strong relationship with the Greece and the Greek islands, such as Crete, Cyprus, Samos, and Rhodes. خلاص؟ طيب، كل دي علاقات كانت علاقات سلمية، يعني علاقات تجارية مختلفة، تجار كانوا بيروحوا ويجوا مصر. طب هل في مثلا نوع من انواع المناوشات؟ يعني مثلا كان في مثلا حروب او كان في مناوشات ما بين الطرفين؟ الحقيقه كانت بسيطه جدا. The Greek pirates، يعني ايه pirates؟ البايرتس اللي هم القراصنه، attacked the Egyptian shores، هجموا الشواطئ المصريه في عصر مرن بتاح. قولوا لي كده ان شاء الله في المحاضره لما نلتقي، مرن بتاح دوت بيركع على انه اسره. But مرن بتاح defeated them. These type of attacks was known by the attacks of the sea people who were from various lands including Greece. مش عارفة، أكيد انتوا خدتوها طبعا في التاريخ الفرعوني، إن حصل حاجة اسمها هجوم شعوب البحر، معروفين باسم السي بيبل. كانوا موجودين من بلاد مختلفة، من ضمنهم مصر. دول حصل إن هم هاجموا الشواطئ المصرية في عصر مرن بتاح وعصر ملوك، يعني ملوك فراعنة تانيين او ملوك مصريين تانيين. فدي كانت الحاجة الوحيدة اللي احنا ممكن نسجلها كنوع من انواع العلاقات الغير السلمية ما بين الطرفين مصر واليونان في هذه الفترة. طيب، thousands of Greece Greek merchants، يعني ايه merchants يا سنة تانية؟ merchants يعني تجار. عدد كبير جدا من التجار المصريين اتى لمصر واستقر في مصر من اول عصر مين؟ من اول عصر بسمتيك الاول، يعني اول ظهور لجاليات يونانية تجارية بشكل كده كبير كانت في عصر بسمتيك الأول، اللي هو مؤسس الأسرة 26. والحقيقة الملك يعني عمل لهم كده مقاطعة، أو إن هم بدأت تظهر لهم كده مقاطعة أو مكان كده معينة في مدينة في مصر اسمها نقراطيس. برضو كده دعبسوا ايه هي نقراطيس، فكروا كده معايا مكانها فين نقراطيس لو انتوا عارفينها، لو مش عارفينها حاولوا كده تشوفوها. وبدأوا يستقروا في مصر بأعداد كبيرة. طيب، علشان ما نتوهش من بعض، لغاية دلوقتي احنا عندنا كم محطة في جزئية العلاقات المصرية اليونانية؟ اول حاجة ان احنا قلنا ان في علاقات سلمية، ان relationships دي بترجع ل 3000 BC till the 6th century BC. And after that there were sort of يعني unpeaceful relationships or unpeaceful evidence of relationship between Egypt and Greece. وديت ظهرت امتى بالظبط؟ ظهرت في عصر مرن بتاح، as early as the king مرن بتاح. There were certain attacks of the sea people to the shores or on the shores of Egypt, and the sea people were coming or were including different nationalities. One of them, these nationalities were the Greeks. بعد كده قلنا امتى ظهرت جالية او ظهر عدد من التجار اللي مستقرين في مصر بشكل كده واضح ومفهوم. By the beginning of the reign of King Basmatic the first, who was a founder of the 26th dynasty, and the Greek merchants settled in a certain place in the delta called Naukratis، اللي هي مدينة نقراطيس. طيب،
في نقراط زي ما قلنا ان اليونانيين استقروا وكانوا بيشتغلوا بالتجاره، بالاضافه لكده ان هم امتلكوا مقاطعات زراعيه، بداوا يعني يشتروا اراضي زراعيه ويزرعوها وكده. ومنطقه تانية اسمها تل دفنه، برضو كده فكروا لغايه ما اشوفكم تل دفنه ديت ممكن تكون فين. They also built their camps to pacify the eastern borders in Egypt. يعني ايه to pacify؟ يعني لحمايه الحدود الشرقيه لمصر. معنى كده ايه؟ معنى كده ان اليونانيين بداوا يلعبوا دورين في مصر، اول حاجه دور اقتصادي as merchants owning agricultural lands، ودور برضو الى حد ما عسكري. They became يعني functioned in order to or they were used in order to pacify the eastern borders of Egypt، لحمايه الحدود الشرقيه لمصر. فبدأ يظهر أكتر من دور لليونانيين في مصر مع أواخر العصر يعني مصر القديمة، أو زي ما بيقولوا كده العصر الفرعوني، مع بدايات الأسرة إيه الـ26. تاني هنقول إن العلاقات في مصر بترجع لأنه عصر 3000 سنة، 3000 سنة قبل الميلاد لغاية القرن السادس. بعد كده بدأت تظهر مناوشات في عصر النمر المتاح مع السي بيبل. بعد كده مع بداية الأسرة الـ26 أصبح لليونانيين دورين، دور اقتصادي owning agricultural lands and they were merchants. تاني حاجة ان هما pacifying the eastern borders of Egypt. طيب Basmatic the second عمل، بدأ برضو يدخل اكتر اليونانيين في البلاد، بدأ يظهر لهم اكتر بقى من دور. اولا he appointed one of the Greek soldiers to be the leader of the right wing of the Egyptian army. دي حاجة مهمة. يعني ايه؟ يعني ان هو عين حد من اليونانيين ليصبح هو القائد للجناح الايمن، اللي هم بيقولوا عليه بالمصري باللغه العربيه الميمنه. ميمنه الجيش المصري كانت تحت امره او تحت قياده احد اليونانيين. He appointed another Greek person to teach his children Greek language. بدات قصه ان هو يعرف يوناني مهمه، ودي احد يعني مصادر بتقول القصه ديت. معنى كده ان قصه تعليم اللغه اليونانيه اصبحت مهمه للتعامل مع الثقافات المختلفه، والتعامل مع اليونانيين الموجودين في البلاد، التعامل مع الشعوب المختلفه. The Greek merchants spread all over Egypt. يعني ايه spread all over Egypt؟ يعني انتشر في جميع انحاء مصر. و and reached as far as the western oasis. يعني وصلوا حتى الواحات المصريه في صحراء مصر الغربيه، اللي هي الدخله والخارجه والفرافره والسيوه والحته دي كلها. يعني هم انتشروا في جميع انحاء البلاد، ما بقوش قاصرين على مدينه معينه، لا دول انتشروا وتشعبوا، بداوا يتشعبوا في المجتمع المصري. After the 26th dynasty, the relationship between Egypt and Greece became mandatory. يعني ايه mandatory؟ سنه تانية. mandatory يعني necessary from the political point of view for many reasons. اصبحت العلاقات ما بين مصر واليونان مهمه جدا من الناحيه السياسيه. يعني كل ده احنا بنتكلم في ناحية تجارية، العلاقات بدأت تزيد، الوجود اليوناني في مصر بدأ يزيد. طيب ليه من الناحية السياسية بدأت تزيد أهمية العلاقات دي ما بين الطرفين؟ أول حاجة the rising of the powers of the Persians. يعني ايه Persians؟ اللي هم الفرس. و expanded their power in Asia Minor and conquered Greek cities and Egypt. بدأت القوة الفارسية تبدأ وتظهر في الصعود مع بداية بقى العصر يعني الفترة الأخيرة من تاريخ الدولة المصرية القديمة. بدأت الدولة الفارسية تظهر وتنتشر، وبدأت تغزو مصر، وفعلا أصبح فيه هناك حكم فارسي في مصر، وغزت جزء من المدن اليونانية، وانتشرت وتشعبت في منطقة آسيا ماينر. The support of the Greeks to the Egyptian revolutions against the Persian kings. اليونانيين كانوا بيساندوا مصر أثناء ثوراتهم على البرشنز أو الفرس اللي احتلوا مصر وحكموا مصر، لأن المصريين ما كانوش راضين أبدا عن حكم الفرس، فاليونانيين دايما كانوا يعني إيه support ليهم. Both the Greeks and the Egyptians considered the Persians their enemies. اليونانيين والمصريين الاتنين في هذه الفترة التاريخية بصوا للفرس إن هم أعداء، عدو مشترك. ففي حالة وجود عدو مشترك اكيد الاثنين هيتجمعوا، الطرفين مصر واليونان هيتجمعوا ويتفقوا مع بعض من اجل ان هما يعني يواجهوا العدو المشترك اللي هو Persians the Egypt. طيب دي من ناحيه السياسيه. طب الاهميه التجاريه، الاهميه التجاريه او الاقتصاديه مهمه جدا. ليه؟ لان اليونان كانت معروفه ان هي ما كانتش مصدر لزراعه القمح. القمح كان الغذاء الرئيسي والمحصول الرئيسي اللي بيعتمد عليه الشعوب في هذه الفترة. مصر كانت
مصدر لهذا يعني لهذا النوع من المحاصيل، وكان بتصدره لجميع انحاء العالم القديم ومن ضمنهم بلاد اليونان اللي زي ما قلنا ان هي كانت فقيره جدا في محصول القمح. Egypt was the most important source of grain to the ancient world. Greece was known for its poor production of grain. يعني كان يقال حتى ان بلاد اثينا مثلا، مدينه اثينا ما كانتش تقدر تغطي حتى عشر مستلزمات او عشر الاحتياجات الرئيسيه لبلاد اليونان من القمح. On the other side, Egypt imported silver from Greece. الفضه ما كانتش في مصر متوفره فكانت بتستوردها من جريس. And depended on the Greek mercenaries in the battles. زي ما قلنا يعني ايه mercenaries؟ mercenaries يعني جنود مرتزقه. فاصبح ان بلاد اليونان بتعتمد بشكل كبير جدا، قصدي بلاد المصريه او مصر بتعتمد بشكل كبير، بدات تدخل الجنود المرتزقه في الجيش المصري زي ما قلنا كده. في الفتره ديت مثلا ان بسمتك الثاني عين قائد الجيش او ميمنه الجيش تحت امر قائد يوناني، فده معناه ان الجنود المصريين جنود اليونان بداوا يخشوا في تكوين الجيش المصري. طيب يبقى لغايه دلوقتي احنا عندنا كم اهميه؟ اولا من الناحيه السياسيه، Persians, the Egyptians and the Greeks considered the Persians the shared enemy, the same enemy. Therefore, the Greeks supported the Egyptians in their revolution against the Persians because the Persians conquered Egypt and part of the Greek cities and they also spread all over Asia Minor. طيب, from the economical point of view, أول حاجة مصر أو Egypt was the main source of grain. And Greece was known for its poor production of grain. On the other hand, على الجانب الآخر, Egypt imported silver from Greece and depended on the Greek mercenaries in the battles. معنى كده إن هما الاتنين كان ما بينهم مصالح مشتركة، مصالح سواء اقتصادية أو سياسية. طيب مصر برضو خدت إيه من بلاد اليونان؟ Egypt followed the steps of Greece in the coinage system. بدأ يظهر في مصر عملات. العملات دي ما كانتش قبل كده، مصر ما كانتش بتعتمد على قصة العملات قوي، فبدأ يظهر قصة العملات وبدأت تنتشر في مصر. The Egyptians minted golden coins which were very similar to the gold one used by the Greeks who settled in Egypt. بدأ يظهر يعني بمعنى أصح إيه، هم لما لقوا أن التجار المصريين بدأوا يجوا وبيتعاملوا في معاملات تجارية، لقوا في إيديهم كده حاجات يعني كتل معدنية ذهبية دائرية، فبدأوا يسألوهم هو إيه اللي في إيديكوا ده، بدأوا يفهموهم إن في حاجة اسمها عملة وإن العملة دي كل واحدة لها وزن وكل واحدة لها تمن، فإحنا بنقايض بالعملة. فالفكرة عجبت المصريين وبدأوا يقلدوهم، بدأت تظهر دلائل الأولى على وجود عملات في مصر في هذه المرحلة. The Greek economical value of Egypt as the main source of grain بس لا of grain and papyrus. البابايروس طبعا كان معروف إنه هو من أهم ال المواد او هي اهم ماده رئيسيه لصناعه ورق البارتي او صناعه الورق اللي بيتكتب عليه. وبما ان بلاد اليونان في هذه الفتره كانت في بدايتها بتحاول تعمل حضاره، عندها انتاج، بدا يبقى عندها انتاج فكري، عندها انتاج ثقافي عايزه تطلعه للعالم، فمحتاجه تدون هذا الانتاج على ورق. فبالتالي قصه ان هي تستورد بردي من مصر ما كانتش لا تقل اهميه عن استيرادها للقمح. معنى كده ان اليونان اعتمدت على مصر على في كام محصول او في كام منتج، منتجين رئيسيين، منتج الجرين للاكل خلاص لتلبيه الاحتياجات الرئيسيه، والبابايروس وده بقى لتلبيه النتاج الفكري اللي ظهر في ايه في بلاد اليونان. The Greek economical value of Egypt as the main source of grain and papyrus led the Greeks wait for opportunity يعني opportunity فرصه opportunity to conquer Egypt. كانوا بيتحينوا الفرصة ان هم ايه ان هم يستعمروا مصر، دي بالنسبة لهم يعني عارفين الفرخة اللي بيضة ذهب. مصر كانت في الفترة دي بتمثل للبلاد اللي حواليها هذا الشكل. طيب يبقى احنا كده عرفنا العلاقات ما بين مصر واليونان بترجع لانه فترة، تمام، بترجع لفترة 300-3000 قبل الميلاد. From the relationships between the Egyptians and the Greeks was attested as early as 3000 BC till the 6th century BCE.
خلاص. And it was kind of peaceful relationships. It was a kind of يعني between commercial relationships between the both countries. تمام كده. طيب اللي حصل ان احنا قلنا the king Psamtik the first, the founder of 26th dynasty, he let the Greeks settle in a certain place called a Naukratis. ودوروا كده Naukratis فين, عملوا فين في Naukratis. They owned agricultural lands خلاص. And they also عملوا حاجة تانية مهمة جدا, ان هم بدأوا to pacify the eastern borders of of Egypt in a place called Tell Dafna. شوفوا كده تل دفنة ديت ممكن نلاقيها فين. طيب ده في عصر Psamtik the first. Psamtik the second appointed one of the Greek soldiers to be the leader of the right wing. This is number one. Appointed another Greek person to teach his children Greek language. دي برضو ذكرت في أحد المصادر, في كذا مصدر. The Greek merchants spread all over Egypt. Not only in Naukratis, but they spread all over Egypt. The peaceful and strong relationships between Greece and Egypt became mandatory. يعني ايه mandatory قلنا؟ mandatory علشان هي كانت مهمة from the political point of view and the economical point of view. From the political point of view, they both have one enemy. Who would this enemy? Yes, Persians. خلاص. طيب from the this is from the political. From the economical point of view, Egypt was importing silver. And it followed the steps of the Greek coinage system, النظام النقدي اليوناني. On the other hand, the Greeks imported two important products from Egypt, mainly grain and also papyrus, because and during that time they were having different writings and they were rising from the cultural point of view. طيب وقلنا ان مصر خلاص اليونانيين بدأوا يتحينوا الفرصة لدخول مصر مع ضعف الدولة المصرية في هذه الفترة اللي كانت محتلة من قبل الفرس. طيب مين اللي احتل مصر؟ مين اللي دخل مصر في هذه الفترة؟ الاسكندر الاكبر. طيب مين هو الاسكندر الاكبر؟ وده كان الاساينمنت بتاعكم عشان تعرفوا قد ايه الكاركتر ده مختلف, وهو اعتبر اعظم من اعظم قواد العالم القديم. الاسكندر هو اسمه الاسكندر الثالث, يعني الاسكندر الاعظم ده لقب طبعا هو خده. الاسكندر الثالث هو كان ابن للملك واحد اسمه ملك فيليب ذا سكند. فيليب ذا سكند دوت كان بيحكم منطقه كده في بلاد اسمها مقدونيا, فهو كان ابن فيليب السكند او معروف في المصادر حتى المصريه او المراجع المصريه باسم فيليب المقدوني خلاص. وزي ما قلنا ان مقدونيا ديت كانت موجوده في منطقه بلاد شمال بلاد اليونان. طبعا تمام. بعد كده هو يعتبر الابن الوحيد لفيليب الثاني, او يعني هو ده اكتر واحد, يعني هو الابن الاكبر, فبالتالي ان هو اتركزت عليه جهود فيليب ان هو لاعداده ان يصبح وريث ابيه على العرش. تمام كده. Alexander the third was the son of Philip II, the king of Macedonia, which was the northern part of ancient Greece. Being the heir of his father, يعني إيه heir of his father؟ يعني إن هو هيبقى الوريث عرش أبيه. Alexander was brought up with much care and attention. كان يتم رعايته بشكل كبير جدا. He was taught philosophy, فلسفة, poetry, شعر, and also history. His main tutor, tutor يعني مين المعلم بتاعه, his main teacher was the Greek philosopher Aristotle. أرسطو هو كان معلم الإسكندر الأكبر. فتخيل الفيلسوف أرسطو هو اللي بيعلم الإسكندر الأكبر, هو بيعلمه اللغة اليونانية والسلسفة, وبيخليه يقرأ الأوديسة والإلياذة اللي هو يعني من أشهر كتب الأدب اليوناني أو من أشهر إنتاجات الأدب اليوناني في هذه الفترة. At the age of 16 خلاص خلال ما بقى عنده 16 سنة بس, Alexander became the co-regent of his father. يعني ايه co-regent؟ يعني اصبح هو الملك المشارك, اصبح هما الاثنين ملوك. في حاجة اسمها co-regency, يعني ان الاب يجيب ابنه يحكم معاه علشان يبدأ يدربه على الحكم, علشان يبدأ يقوي مركزه بعد كده, خوفا ان الملك يحصل له حاجة في اي فترة فيكونش الابن مدرب فيحصل ايه يعني عدم استقرار للبلاد في هذه الفترة خلاص. At the age of 16 Alexander was already the co-regent with his father.
After the death of his father in 336 BC, Alexander succeeded his father to the throne of Greece. يعني بعد موت أبي الإسكندر الأكبر بدأ يحكم البلاد في سن صغير جدا، تمام؟ هو تبع خطوات أبي. خطوات أبوه كانت عبارة عن إيه؟ إن هو كان عايز يبني دولة كبيرة، وكان عندهم حاجة اسمها الهيلينيزم، يعني اختلاط الحضارات مع بعضها، اختلاط حضارات الغرب مع الشرق. فكان عندهم بالإضافة لنزعة عسكرية لاحتلال البلاد وتكوين إمبراطورية، كان برضو عندهم حلم ثقافي كده إن هم يضموا كل الشعوب في تحت يعني مظلة حضارية واحدة. فهو كان عايز يعمل حلم أبوه دوت إن هو ينشر أو يعني يسيطر على بلاد العالم القديم. وفعلا دخل منطقة آسيا، بدأ هناك مع الفرس، وعمل أكتر من تقريبا 10 حملات على الفرس لغاية ما بدأ يسيطر على منطقة بلاد فارس، لأن زي ما قلنا إن بلاد فارس في هذه الفترة اللي هي منطقة إيران كانت قوة، أصبحت قوة عظمى في بلاد العالم القديم. فهو بدأ الإسكندر بجيوشه، وبدأ يعد الجيوش، وبدأ يخطو خطوات أبيه في احتلال أو السيطرة على الممتلكات الفارسية في هذه الفترة، تمام؟ يبقى after the death of his father in 336 BC, Alexander succeeded his father to the throne of Greece. He followed the steps of his father. مشى على خطوات إيه أبي. And continued his Hellenic project. Hellenic project يعني حلمه الهيليني، إن هو يضم الناس كلها تحت مظلة حضارية واحدة. And led his army to conquer Asia. In 334 BC, Alexander the Great conquered Persia and set campaigns which lasted for 10 years. مدة 10 سنين هو بيحارب الفرس، بيحاول يضم ممتلكات الفرس. انتوا لكم ان تتخيلوا حد عنده 18 19 سنة بيعمل حاجة زي دي، يعني تقريبا نفس المرحلة العمرية بتاعتكم. فإذا هو كان شخص مختلف، كان شخص out of the box، كان شخص تم إعداده بشكل كبير جدا ثقافيا ونفسيا وعسكريا علشان يقدر حتى يواجه كل الضغوطات دي، ويقود جيوش ويحرك جيوش تحت إمرته، وإن هو يسيطر كمان، مش مجرد إن هو بيدخل حرب ويخسر، لا ده بيدخل حرب وبيسيطر على بلاد. He also invaded India، وصل لغاية الهند، and built over 20 cities all over the ancient world that bear his name Alexandria. بنى أكتر من 20 مدينة بتحمل اسمه تخليدا لاسمه. كل ما يفتح بلد بيبني مدينة اسمها Alexandria. The most famous one ايه؟ most famous one اللي احنا قاعدين فيها مستقرين فيها احنا كلنا، ايه اللي هي من الاسكندرية بتاعت ايه مصر. The most famous one is Alexandria in ايه؟ in Egypt. تمام. طيب يبقى احنا كده وقفنا عند محطتين. المحطة الأولانية the Egyptian Greek relationships before the arrival of Alexander the Great. The second thing is who Alexander the Great, who is Alexander the Great in general. And the third point Alexander the Great and the conquest of Egypt. خلاص. طيب دخول الإسكندر الأكبر بتبدأ، هنبدأ من إيه؟ سيبكوا بقى من كل اللفة دي. شايفين المدينة دي اللي هي إيه؟ إيسوس. خلاص دي هي اللي هتبدأ منها رحلة فتح مصر، وهنكمل بعد كده. خلاص إيسوس هيبتدي after the battle of إيسوس، خلاص في هذه المكان في نوفمبر 333 بي سي. دوروا كده إيسوس ديت فين يا شباب. خلاص بدأ الإسكندر الأكبر، يعني كان في هنا معركة في منطقة إيسوس 333 بي سي، وهو قدر ان هو يهزم ملك داريوس اللي هو ملك الفرس. وبعد كده دخل منطقة تاير اللي هي صور في سوريا in 332 BC، وقعد هناك محاصر منطقة تاير ديت لمدة 7 شهور. يبقى هو هنا هزم الملك في الفارسي، بدأ يمشي هنا لغاية منطقة تاير، وقعد هناك 7 شهور عشان تاير أو منطقة صور كانت حصينة جدا ومنيعة جدا، فكان دخولها صعب شوية لغاية ما قدر يدخلها ويستولي عليها. بعد كده بدأ يمشي واحدة واحدة كده لغاية ما يوصل لمصر. خلاص
بعد ما هزم طير او دخل طير بدأ يمشي بجيوشه ساوث ووردز جنوبا لغاية ما يدخل مصر من ناحية غزة. وقالوا ان الارمي بتاعته وصلت ل40,000 سولجر، 40,000 جندي من الجنود. متخيلين طبعا ده بالنسبة للعالم القديم رقم كبير جدا. ألكسندر بسيت غزة for 2 months، يعني هنا قعد 7 شهور محاصر طاير، وهنا في غزة يقال ان هو قعد شهرين محاصرها from غزة. وبعد كده في النهاية دخلها اللي هي غزة، اللي هي غزة تمام. وغزة ديت كانت تعتبر البوابة الشرقية لمصر في هذه الفترة. For 7 days in the desert till he marched for 7 days in the desert till he reached the borders or the fortress of Pelusium. خلاص يعني بعد طاير وصل لغزة ومشى لمدة 7 أيام لغاية منطقة البلوزيوم تمام. He entered the place without any resistance. He entered the place without any resistance. يعني من غير أي مقاومة دخل منطقة البلوزيوم أو يعني إيه عدى من منطقة البلوزيوم. يعني تخيلوا إن هنا أو تلاحظوا إن المقاومة ضد الإسكندر بتقل تدريجيا كل ما يبدأ يدخل مصر. فاهمين إزاي؟ يعني هنا كانت معركة، إيسوس دي كانت معركة، كانت باتل صح، يعني جنود وناس بتحارب وبتاع. ماشى وصل لسور حصرها كم شهر؟ حصرها شهرين 7 شهور. ماشى شوية وصل لغزة حصرها كم شهر؟ حصرها شهرين. ماشى 7 أيام لغاية منطقة البلوزيوم، البلوزيوم ضربت له تعظيم سلام وقالت له أوكي ادخل البلد تمام. During that time Egypt suffered from the lack of the troops which were led by the satrap of Egypt at Issus and fell there. في خلال هذه الفترة مصر ما كانش فيها جيوش كتير لأن الجيوش ديت كانت الفرس أخدوها أو الجنود يعني الفرس أخدوا الجنود المصرية أو جزء من الجيش المصري كبير عشان يحارب في إيسوس. فبالتالي في مصر في هذه الفترة كانت من الآخر ما فيش قوة عسكرية تواجه الإسكندر الأكبر. طيب مين كان قائد أو كان والي مصر الفارسي؟ واحد اسمه مزاكس. والي مصر الفارسي كان اسمه إيه؟ كان اسمه مزاكس. مزاكس دوت الحقيقة هو سلم البلد يعني للإسكندر الأكبر من غير أي مقاومة، من غير أي حاجة، وبالعكس إن هو رحب بالإسكندر الأكبر in a very friendly way وما فيش أي مشكلة. حتى الإسكندر الأكبر رفض إن هو يتعقب الملك الفارسي اللي هو داريوس، وقرر إن هو concentrating his activity in Egypt. انتم متخيلين مدى النصر العظيم بالنسبة للإسكندر في هذه الفترة؟ أخيرا الإسكندر دخل مصر، أخيرا اتحقق الحلم إن هو يستولي على مصر. وما أدراك ما مصر، وخصوصا في هذه المرحلة التاريخية مصر كانت مصدر الغلال، مركز ثقافي كبير جدا، مكان في وسط العالم القديم، لها علاقات تجارية كبيرة، لها ثقل حضاري وعسكري كبير. فهو أخيرا يعني حاجة زي دي تعتبر انتصار كبير جدا للإسكندر. خلاص يبقى تاني هنا كان في معركة اسمها باتل اوف إيسوس. باتل اوف إيسوس دي كانت ما بين مين ومين؟ كانت ما بين الإسكندر والفرس أو الملك الفارسي داريوس. كانت امتى؟ 333 بي سي. خلاص بعد كده مشى ووصل لتاير. تاير ديت قعد محاصرها كم شهر؟ yes 7 month in 332 بي سي. خلاص بعد كده راح واخد التروب ودخلها نتيجة ان هي كانت مدينة محصنة. بعد كده دخل غزة حصرها كم شهر؟ شهرين. وبدأ يدخل خلاص هو قرب اهو، المقاومة بتقل زي ما شفنا، هنا معركة، هنا 7 شهور حصار، هنا شهرين حصار. دخل مصر في منطقة اسمها البلوزيوم، والبلوزيوم يعني هو ودخلها من غير اي مقاومة. زي ما قلنا التروبس في مصر او الايجيبشن تروبس were mainly moved by the Persians to face Alexander at Issus. So we can say that Egypt here was in a bad lack or in a shortage of the soldiers. Thus, the military power of Egypt during that period was very weak. تمام؟ طيب مين هو the Persian leader or the Persian governor of Egypt أو the Persian satrap؟ ما هتسمعوا كلمة دي كتير، يعني satrap دوت اللي هو الوالي على البلد. satrap of Egypt was called Mazakus. He didn't resist the Alexander. He welcomed him and بالتالي هنعتبر في هذه الفترة ان الاسكندر دخل مصر. خلاص
capital of Issus, conquered Tyre. For 7 months. After that, he moved southwards, and after that, Taban Gaza for 2 months. And after that, Alexander led his army to conquer Egypt, and the army consisted of 30,000 soldiers. Plus, from Gaza, زي ما قلنا إن هو مشى لمدة 7 أيام لغاية منطقة بلوثيوم, و entered the place without any resistance. في ممفيس اللي حصل, ممفيس he presented offerings to God. يعني هو وصل لغاية منطقة ممفيس, ممف العاصمة, وبدأ على عكس بقى الفرس اللي ما كانوش بيحترموا الديانة المصرية. الإسكندر الأكبر أظهر احترام شديد جدا للديانة المصرية, ودايما الحاكم الذكي يعرف مفتاح الشعب اللي هو إيه بيغزو بلاده. فمفتاح الشعب المصري على طول الطريق كانت الدين. دايما بنقول المصريين شعب متدين, المصريين شعب متدين, والدين اختلط بالسياسة فترات طويلة جدا, بدليل ان حتى في الدول يعني في فترة مصر الفرعونية كان الملك هو ابن الاله خلاص عشان يوطد ويدعم شرعيته, على عكس الفرس اللي كانوا دايما بيستهزئوا من الديانة المصرية يعني مش بيقدموا الاحترام والتبجيل الكافي للالهة المصرية. الاسكندر الاكبر عمل العكس تماما, وهو كان عشان كده بنقول ان هو شخص ذكي جدا وقاري جدا وفاهم طبيعة الشعب اللي هو بيغزوه. تمام, he presented offerings, يعني ايه offerings؟ يعني قرابين. he presented offerings to the Egyptian gods in Memphis, especially the royal god اللي هو الاله الملكي اللي هو مدعم للملكية في هذه الفترة, اللي هو الاله Apis in the temple of Ptah at Memphis. تمام, till 323 BC the official documents in Egypt were dating back to the year of Alexander's reign. بدأت الوثائق تظهر ان ده فترة الايه دخول الاسكندر مصر. الاسكندر دخل مصر اصبح الايه اسكندر هو ملك مصر او حاكم مصر. تمام, وبدأت تظهر وثائق بيظهر فيها اسم الاسكندر. دي حاجة كده يعني بره المنهج, انا حبيت اوري لكم قد ايه ان الاسكندر بدأ يصبغ نفسه بصبغة يعني مصرية. ده شكل الاسكندر الاكبر, ودي موجودة في منطقة معبد الأقصر في التمبل بتاع أمنحوتب الثالث. وأي الإسكندر الأكبر أهو قدام الإله مين, يعني تشوفوا تفتكروا أنه هو يعني ملك مصري تماما. لغاية كده مفهوم. أتمنى أن هي الحركة بتاعة فتح مصر دي تكون مفهومة. خلاص, بعد كده عندنا جزئية الفاونديشن اوف الكساندري. تمام, مع بدايات 331 قبل الميلاد الاسكندر الاكبر ماشي على الحدود الفرع الكانوبي لمصر. ادي اهو الفرع الكانوبي, يعني ساب منفس, كانت منفس هنا وماشى كده شوية, لقى ايه هنا, لقى ان في هنا جزيرة اسمها جزيرة فارس. خلاص, وفي هنا بحيرة مريوط. خلاص كده, وفي هنا قرية كده جميلة اسمها قرية راكوتيس. فقال لا, ده المكان ده هنا متميز جدا, يعني بحيرة في الجنوب وبحر في الشمال, وفين هنا في جزيرة ممكن نستغلها ان احنا نعمل فنار اسكندرية. ابني هنا المدينة اللي انا عايزها تخلد اسمي, اللي هي مدينة اسكندرية. خلاص, يبقى Alexander led limited number of troops and marched down along the canopic branch of the Nile near an Egyptian village called Ekotrakotis on the Mediterranean Sea, and it was overlooking the Mediterranean from the north and Lake Mareotis from the south. This Egyptian village was also facing the island of Epharos. The foundation of the city was celebrated on the 25th of Taipi, اللي هي طوبة. خلاص, where Alexandria became the main gateway. يعني إيه the main gateway؟ هي بوابة مصر الشمالية. On the Mediterranean Sea, Alexandria connected the Nile country with the Mediterranean countries through various commercial and political relations. خلاص, يعني ان المدينة مدينة اسكندرية دي اصبحت هي حلقة الوصل ما بين البلاد اليونانية وشعوب البحر المتوسط في الشمال والبلاد المصرية في الجنوب, فأصبحت ملتقى حضاري ما بين المكانين. طبعا احنا يعني هنتكلم شوية بعد كده عن قصة الاسكندرية وتأسيسها وكده, بس علشان تبقى عارف اسكندرية خدت شكل الجريد سيستم.
خلاص، يعني مجموعة من الشوارع الأفقية بتتقاطع مع مجموعة من الشوارع الرأسية، هو ده التخطيط اليوناني للمدن اليونانية، تمام؟ وهنتكلم عليها أكتر لما نخش في إيه، في بطليموس الأول. زي ما قلنا it was celebrated on the 25th of Tybi and Alexandria became the main gateway زي ما قلنا on the Mediterranean Sea, connected the Nile country with the Mediterranean countries through various commercial, political and even cultural relations. طيب يبقى الإسكندر الأكبر دخل مصر وقدم قرابين لمعبد بتاح في منفس، خلاص، وأمر ببناء وعدى كده على الشورز to found a the city of Alexandria. طب ايه الحاجات التانية المهمة اللي عملها الاسكندر؟ الاسكندر زار معبد امون في 1 ثيو. في ناس بتعتقد ان هو معبد امون ده ما كانش له شهرة بره مصر، لا، معبد امون كان ليه شهرة بره مصر، وانتشرت حاجة كده في نوع من انواع المعابد في بلاد اليونان كانوا بيحبوها قوي اليونانيين، حاجة اسمها معابد الوحي. يعني ايه معبد الوحي؟ معبد الوحي دوت يعني الملك او الشخص بيروح معبد الوحي، وان الاله بيظهر له بشكل معين من خلال بقى الكهنه، من خلال بعض الختال اللي بتحصل جوه المعبد، وان هو بيسمع صوت او وحي الاله علشان يستشيره في امور حياته المختلفه. فالمعبد بتاع سيوه دوت، بتاع معبد امون ده، كان ليه شهره بره مصر ان هو احد اشهر معابد الوحي، خلاص. ففعلا الاسكندر يعني انتوى ان هو يزور هذا المعبد، وده كان في بدايات 331 قبل الميلاد، وحتى قبل بناء اسكندريه. يعني هو زار هذا المعبد في قبل بناء الاسكندريه. راح ل هو فيزيتد ذا جريت اوراكل تمبل في منطقه سيوه وامون عشان هو يزور الاله الرئيسي في هذا المعبد اللي هو مين بقى؟ زيوس امون. نوريكم بس كده ايه شكله. ادي زيوس امون. زيوس امون دوت كان الشكل اليوناني، خلاص. هو امون، عرفت منين ان هو امون؟ بقرون الكبش اهي، شايفين الراجل عنده قرون الكبش اللي هي بتاعه الاله امون المصري، ده الشكل المصري، ده اله امون بتاع طيبه، خلاص، منطقه قرينه. انما زيوس امون ده كان بيعبد اكتر، سوري، يعني ده زيوس امون كان بيعبد في سيوه، منطقه قرينه. قرينه ديت اللي هي جزء كده من ليبيا. انما امون بتاع طيبه دوت هو الشكل المصري، فالمصريين كانوا او اليونانيين المصريين كانوا بيقدسوا هذا الشكل، انما هذا الشكل اصبح اكتر مرتبط باليونانيين، وحتى اليونانيين ساووا ما بين الاله امون المصري والاله زيوس، خلاص. طيب هو عمل ايه؟ اول حاجه الاسكندر الاكبر راح منطقه او الحدود اللي يعني الشواطئ الليبيه، وبعد كده وصل لمنطقة باراتونيوم أو مرسى مطروح. وهناك المصريين أو اللي هما الناس اللي هما سفراء منطقة قرينة بدأوا يقدموا له يعني حاجات زي بعثات دبلوماسية كده، يعني يقدموا له طبعا الاحترام والتبجيل وان هو احنا معاك. فعلشان كده الاسكندر الأكبر يعني قال لهم اوكي مفيش مشكلة، واعلن استقلال هذه البلاد، ان احنا مش هنيجي جنبكم، منطقة قرينة دي احنا مش هنيجي جنبها، وخليكم ايه زي ما انتم، خلاص. بعد كده من منطقة باراتونيوم من مرسى مطروح هو نزل جنوبا لغاية ما وصل لمنطقة بتاعت سيوة، وزي ما قلنا هو consulted the oracle. يعني ايه consulted the oracle؟ يعني ان هو استشار وحي امون. وزي ما قلنا برضو ان زيوس امون كان مشهور جدا في منطقة قرينة ومنطقة سيوة، وكان well known by the Greeks. وعلى الجانب الاخر بيوازي امون بتاع منطقة ايه؟ بتاع منطقة طيبة، خلاص. يبقى Alexander went along the Libyan coasts westward to Paratonion اللي هي منطقة مرسى مطروح. يعني هو مشى على الحدود الليبية لغاية ما وصل لمنطقة سيرين، and the envoys from سيرين، envoys اللي هم المبعوثين from سيرين brought him presents in Siwa Oasis. Alexander consulted the oracle. يعني ايه consulted the oracle؟ يعني ان هو استشار الوحي. There and Alexander claimed to be the son of God Amun. هو اعلن نفسه ان هو ابن الاله امون زيوس، and his father Philip II was his mortal father، ان هو ابي اللي هو المورتال او ابي يعني البشري،
خلاص، وان ان امونزيوس هو ابوه يعني ايه الحقيقي. From Paraetonium, Alexander and his troops moved southwards through the desert زي ما قلنا لغاية ما وصل لسيوة، وبعد كده هو عمل برضو ديل مع السيتي بتاعت سايرين ان هم يفضلوا ان هو ما يجيش جنبهم والكلام ده كله. زي ما قلنا ان هو زيوس امون of سيوة Oasis was the another form of امون of Thebes. He was mainly venerated all over Greece and he was known under the name of the Libyan Amun as early as the 5th century BC. Given the title son of Amun. خلاص يعني هو أصبح الإسكندر ابن الإله أمون. Alexander was to legitimize his role as the pharaoh of Egypt. شايفين الذكاء، هو عمل كل القصة دي ليه؟ علشان to legitimize his role، علشان يعني إيه يدي لحكمه على مصر شرعية. وزي ما قلنا المصريين كانوا مرتبطين بالدين، فهو دخل من ناحية يا جماعة أنا ابن الإله أمون، تمام. And he was given Egyptian royal titles like the Egyptian pharaohs. يعني بدأ ياخد إيه ألقاب مصرية مختلفة. After that Alexander returned to Memphis where he presented offerings to Zeus Basileus اللي هو أمون the king of the gods and accompanied with a parade of his troops and athletic and musical presentations. يعني رجع تاني لمنطقة ممفيس وهناك حصل تتويج لي، وهناك عمل بقى يعني احتفالات موسيقية وعسكرية، ودي حاجة كده يونانية يعني، ده احتفال يوناني أكتر باعتباره ان هو تم تتويجه وان هو خلاص ابن الاله امون، فعمل اتعمل احتفاليه لتتويج الاله لتتويج الاسكندر الاكبر. طيب هنيجي عند نقطه تانية اللي هي rearrangement of the administration of Egypt. اللي حصل يعني الاداره في مصر، الاداره المصريه، هل من ناحيه الاداريه كان عندنا civic administration اللي هي الاداره المدنيه وميليتري administration اللي هي الاداره العسكريه. في السيفيك ادمنستريشن هنتكلم عن حد كده يعني prominent قوي اللي هو كليومينس اوف الكساندر اوف نيقراطس، او كان ده يقولوا عليه كليومينس من نيقراطس او النقراطي خلاص. وكليومينس دوت هيلعب دور كده معين هنتكلم عنه. يبقى احنا عندنا نوعين من الاداره في عصر الاسكندر الاكبر، الاداره المدنيه اللي هي civic administration، والاداره العسكريه اللي هي military administration، والcivic administration تحتها كليومينس اوف نيقراطس. تمام. طيب هو حصل ان كان في اتنين من الاشخاص تم تعيينهم علشان يديروا الشؤون المصرية. واحد منهم خد جزء upper Egypt والتاني خد lower Egypt. يعني كان في اتنين حاكمين مدنيين مختصين بالامور المدنية في مصر، واحد في مصر العليا واحد في مصر السفلى. طيب الـ civic administration اتقسمت ما بين upper Egypt Anno Egyptus and lower Egypt Cato Egyptus. ده اسمائهم باليوناني Anno Egyptus upper Egypt Cato Egyptus lower Egypt. Anno Egyptus Upper Egypt and Cato Egyptus Lower Egypt. بعد كده only one governor اللي هو Deolaspis دوت هو اللي بدأ ياخد الشهرة وبدأ يستولي على الأمور المدنية كلها. وقال ان ديولاسبس كان اصلا هو اللي ماسك الجزء بتاع upper Egypt، فبدا يستولي على او يعني ايه ياخد الجزء الاداري بتاع lower Egypt، وافرض سيطرته كوالي مدني على كل انحاء مصر خلاص. طيب المدن الصغيرة بدأت تحمل يعني مسؤولياتها وبتدير المدن بتدير نفسها بشكل يعني ايه محلي زي كده إدارة محلية ليها. يبقى ده نوال مارشس maintained to carry on their duties. تمام. Alexander found two administrative nomes two other administrative nomes فكون إدارتين جداد، إدارتين يعني ايه مقاطعتين جداد في مصر. اول واحده كانت موجوده في الايست سماها اريبيا، ودي كانت بتشمل منطقه سينا شويه فسماها اريبيا، والجزء اللي في الوسط سماه ليبيا. يعني الجزء اللي في الشرق سماه اريبيا والجزء اللي في الغرب سماه ليبيا خلاص. وعندنا انو ايجيبتوس اند كاتو ايجيبتوس، هو ده التقسيم الاداري. وزي ما قلنا
دو لاسبس اللي هو كان بتاع أبر إيجيبت بدأ يستولي على الجزء بتاع لور إيجيبت وأصبح هو المسيطر مدنيا على كل مكان. وقلنا برضو ان في حاجات ادارات محلية هي اللي كانت بتحكم النوم ايجيبشن او اللوكال نومرشز كانت بتحكم نفسها بشكل ايه محلي شوية. كليومينيس اوف نيكراتس، مين بقى كليومينيس اوف نيكراتس؟ هل ديلاسبس دوت هو كان كل في كل؟ لا، خلي بالكم بقى، كليومينيس اوف نيكراتس هو الساتراب اوف ايجيبت، هو والي مصر with comprehensive powers. يعني ايه comprehensive powers؟ يعني كان ليه كل السلطات، وكان شخص ذو نفوذ كبير جدا، وكان اساسا شخص غني. يعني هو كان اصلا merchant، كان اصلا يعني تاجر، فبالتالي كان ليه يعني نفوذ اقتصادي كمان. He took over the direct administration of the eastern border of Arabia، بدأ يسيطر على الحدود الشرقية في مصر بتاعت أريبيا. He controlled over all the finances of Egypt، كان متحكم في كل النواحي المالية في مصر. He was entrusted with the foundation of Alexandria، عهد إليه بداية تأسيس اسكندرية. He was responsible for the collection of the taxes، بدأ هو اللي يجمع التاكسس. طيب، وبدأ يجمع التاكسس اللي هو ايه بغباوة شوية، اللي هو يعني بيجمع قدر كبير، وبيجمع يعني أموال كتير جدا لخزينة الدولة. فبدأ في شكاوي نتيجة ان هو يعني ايه مزودها حبتين زي ما بيقول. فcomplaints arose therefore against him and apparently reached Alexander، وصلت الإسكندر الأكبر و didn't react to these complaints. بالعكس، في ناس بتقولك هو كان مبسوط من كليومينس ان هو يعني كان بيحصل مبالغ كبيرة لحساب الدولة، ويقال برضو ان كان جزء منها لحسابه برضو ايه الشخصي. He was a wealthy and greedy merchant. Wealthy يعني غني، greedy يعني جشع. ومونوبولايزد ذا جرين تريد ان ايجيبت. يعني ايه مونوبولايزد ذا جرين تريد ان ايجيبت؟ يعني احتكر، عمل احتكار كده لقصة تجارة القمح. كان هو اللي بيشتري من الفلاحين او المزارعين، ومن الاخر التجار التانيين ما كانوش عارفين ياخدوا معاه حق ولا باطل. هو اللي كان مسيطر على جزئية تجارة القمح في مصر. He bought the grain directly from the Egyptian peasants، peasants اللي هم الفلاحين، and eliminated. يعني ايه eliminated؟ قضى على the power of the other merchants، قضى على التجار التانيين او قوة التجار التانيين. تمام، يبقى احنا اتكلمنا على civic administration خلاص. we were having two rulers of Egypt in upper and lower Egypt، Cato Egyptus, Nano Egyptus، and also the local nomarchs controlled or يعني ruled themselves by themselves. وقلنا they were two administrative units invented by the Alexander the Great، هو اللي اخترعهم، Arabia in the east and Libya in the west. وتكلمنا شوية على Cleomenes of Naucratis. تمام، طيب ال military administration. Military administration it's divided between ايه بقى؟ هنلاقي ان ال military command was held by the Macedonian leaders، two stratego هما اللي كانوا بيسيطروا، او strategoi هما اللي كانوا بيسيطروا على القوة العسكرية، Balakros and Peucastes. Balakros and Peucastes دول هما اللي كانوا ماسكين او الادارة العسكرية لمصر. Both of them commanded the armed forces in Egypt and the garrison commanders in Memphis and Pelusium. هما اللي كانوا القائد الاعلى يعني للقوات في مصر، القوات الاعلى في مصر، حكموا العساكر او هم كانوا بيديروا الجيش المصري، وكانوا بيديروا الحاميات المصرية اللي موجودة في منطقة ممفيس اللي هي كانت لسه العاصمة، ومنطقة بيلوزيون اللي احنا قلنا كانت المفتاح الشرقي اللي دخل من خلاله الاسكندر. تمام، فكان حاطط حامية هناك عشان ما فيش حد يدخل من الناحية دي. طيب بعد كده ايه اللي حصل؟ 331 قبل الميلاد الاسكندر عمل كده كامبين من ممفيس، وبدأ يسيب مصر واتجه لمنطقة بابل في الشرق، وللأسف مات 323. وقال ان هو مات، في ناس قالت ان هو نتيجة ان هو يعني كان في حفلة مجنة وشرب كميات كبيرة جدا من الخمر، ففي النهاية ان هو مات بشكل مفاجئ وما كانش ليه وريث. تمام، وان هو ابدى رغبته ان هو يموت ويدفن في معبد
آمون في سيوة، هو طلب دفنه في مصر. خلاص، he gave his royal signet ring. royal signet ring يعني الخاتم الملكي بتاعه to the highest ranking general بتاعه اللي هو بيرتيكاس البوديغارد بتاعه قبل ما يموت. تمام، يعني هو مات in a very sudden and dramatical way. خلاص، in 323 BC. وبالتالي حصل بقى ايه لخبطة كده شوية. The great leader died without having an heir. يعني ما كانش ليه وريث، وهذه كانت المشكلة. he's goofy. يعني هو كان يقال ان هو ليه اخ هاف براذر اسمه أريادس، وأريادس دوت كان المفروض هو اللي يحكم، بس كان معروف بقلة العقل او بعدم اتزان عقله، فهي واز نوت ايبل تو رول. على الجانب الاخر روكسانا مراته، روكسانا مرات الاسكندر، كانت بريجننت، كانت حامل، وما كانوش عارفين هل هي حامل في ولد ولا بنت، وبالتالي ايه مصير الامبراطوريه بقى الكبيره اللي بناها الاسكندر في فتره صغيره من حياته. عملوا settlement of بابل. خلاص، بيقولوا لي لما ان شاء الله اشوفكم النهارده باذن الله منطقه، يعني بابل ديت فين بالظبط. خلاص، قعدوا كده القوات بتوع الاسكندر الاكبر علشان يعرفوا الدنيا هتمشي ازاي. ففي ناس اقترحت ان الليدرز بتوع الاسكندر يحكموا كساترابس كولاه، وان هو يتعمل رويال كونسل، يعني مجلس ملكي يحكم، يعني ايه تبقى هي دي الاداره العليا، يحكم من خلاله الولاه. لكن هذا الراي قوبل بالرفض، وقالوا لا، احنا نقسم ولايات الاسكندر الاكبر ما بيننا. خلاص، ونبقى برضو تحت امره ابن روكسانا لما يتولد، ويبقى هو دوت ايه الملك. خلاص، يبقى he conducted the settlement of at Babylon was conducted يعني عقد، and attended by the highly ranked leaders of Alexander the Great. It was attended ما من بالقوات الأعلى قوات بتوع الأسكندر الأكبر. The best friend of Alexander named Ptolemy. هو بتولمي هو بدأ يظهر، وده كان أحد أشهر قواته، وكان من الناس المقربين، وكان رجل عسكري من الطراز الأول. Suggested to divide the empire of Alexander to small satrap states. هو قال إن إحنا هنقسمهم to satrap states كده. All of which could be ruled by royal council. خلاص، من خلال مجلس إيه ملكي. لكن هذا الرأي إيه قوبل بالرفض. طيب، هم عملوا ايه في الاخر؟ استقروا على ايه؟ military leaders preferred to announce the brother of Alexander اللي هو أريادس دوت as the king under the name of Philip. قالوا لا، أريادس او أريدايوس هو موجود، وهو الاخ الصحيح الغير شقيق للاسكندر، لكن هو موجود، فبالتالي هو هيصبح الملك. the unborn child of Roxana if he would be a male، لو اتولد ولقيناه ولد، he would be named the joint king. هنخليه ايه ملك مشترك مع أريادس. تمام كده، يعني هم قالوا لا، احنا مش عايزين مجالس ملكيه والكلام دوت كله، احنا عايزين ان هو حد من نسل الاسكندر هو اللي يحكم. فبالتالي جابوا اخوه غير الشقيق، واستنوا ان روكسانا ايه تولد. وبدات تتقسم الامبراطوريه بتاعه الاسكندر الاكبر. أنتيبارتوس دوت كان موجود ولفت إن ماسيدونيا as a regent. يعني الإسكندر الأكبر لما ساب منطقة ماسيدونيا، ساب أنتيبارتوس دوت هناك كان بيحكم. فأنتيبارتوس قالوا له خلاص، خليك أنت الاستراتيجوس of إيه of منطقة يوروب، يعني أنت أحكم منطقة بتاعت إيه أوروب. ده أول واحد إيه خد أول حتة من التورتة. بيرديكاس أو بيرتايكس the commander of the royal cavalry، كان هو القائد بتاع الكافالري اللي هم المشاة. took over the supreme command of the remaining royal army. قالوا له انت تاخد بقى ايه الجيش الملكي. خلاص، ده تاني واحد خد ايه تاني حتة من المملكة، او بدأوا ايه يرتبوها بشكل معين. كراتيروس was chosen to be the representative of the crown. كراتيروس ده كان احد قواته، قالوا ان انت هتبقى الممثل لايه للعرش بتاع الاسكندر الاكبر. كراتيروس في الفتره دي كانت في منطقه اسمها سيسيليا. خلاص، وكان بعيد عن العرش، فراح بيرديكاس اللي احنا قايلين عليه دوت استغل عدم ظهور كراتيروس، واصبح هو ايه، اصبح هو الريبريزنتيف اوف ذا كراون اللي هو البروستاتس. تمام كده، يبقى احنا عندنا لغايه دلوقتي كام واحد، عشان بس ما تتلخبطوش، احنا عندنا كذا واحد بدا يظهر. أنتيبارتوس دوت قلنا ان هو كان الريجنت، كان بيحكم as a regent او الرولر، او took care of Macedonia during the
absence of Alexander the Great. هو كان اللي بيحافظ او الوالي بتاع مسيدونيا او مقدونيا خلال غياب الاسكندر الاكبر. ده اول واحد. بيرديكاس او بيرديكاس كان الكوماندر اوف ذا رويال كافاليري، هو كان قائد المشاه، فقالوا له ان انت هتبقى ايه، هتكمل ان انت تو بي ذا كوماندر اوف ذا ريمينينج رويال ارمي. طيب كريتيروس عشان ما يزعلهوش قالوا هو از ريبريزنتيف اوف ذا كراون، هو المتكلم او المتحدث الرسمي باسم الايه الكراون، وده اسمها بروستيتوس. وللاسف كريتيروس كان مش موجود في هذه الفتره، فبيرديكاس راح واخد المنصب بتاعه، فبالتالي بيرديكاس اصبح بياخد منصبين، ان هو الكوماندر اوف ذا رويال ارمي، ذس از نمبر 1، اند اولسو ذا ريبريزنتيف اوف ذا كراون اوف الكساندر، ذا كوماندر اوف ذا رويال ارمي، ذس از ذا فيرست بوزيشن اوف بيرديكاس، خلاص، اند اولسو هي واز ريبريزنتيف اوف ذا كراون. طيب كل ديت احنا دي حاجات كلها شكليات، خلاص. طب الولايات نفسها مين اللي حكمها؟ The Stratopes were divided among the highest ranking generals of Alexander the Great. اللي هما بيتقال عليهم فيلوي، خلاص، او سوما فوليكس او سوما فلاكس، خلاص. Ptolemy ruled Egypt. This is number one. خلاص. Antigonus, Monothalmus. Monothalmus يعني ايه؟ مونو يعني بواحد. ثالموس اللي هو بعين. فهو Monothalmus ديت بعين واحدة. Antigonus لان هو كان اعور. خلاص توك ذا منطقه بتاعت ايه ليتشيا بامفيليا جريت فيرجيا، دي كده حته كده كانت موجوده فين، كانت موجوده في المنطقه بتاعت العالم القديم اللي احنا بنقول عليها منطقه بتاعت سنترال اناتوليا. اناتوليا ديت منطقه في بلاد تركيا، يعني برضو ايه في المنطقه بتاعت تركيا ما بين تركيا كده واليونان. خلاص يومينس اوف كاريديا took over ايه برضو كابوتيكا وبلامفاجونيا، وبلامفاجونيا وكابوتيكا دي برضو كانوا موجودين في اناطوليا اللي هي ما بين اليونان وتركيا، وتركيا بالذات حاليا. خلاص يبقى ايه القوات اللي اتقسمت؟ بوتولومي خد ايه احلى حتة في التورتة اللي هي مصر. خلاص انتيجونوس مونوثالموس The One-Eyed خد إيه كذا منطقة كده في أناطوليا، أهمها Great Phrygia, ليتيا، بامفيليا. خلاص وإيومينوس أوف كارديا دوت خد إيه، خد كابوتيكا وبامفلوجانيا اللي برضو موجودة في منطقة أناطوليا. ليسوماخوس، واحد اسمه ليسوماخوس أخد منطقة اسمها إيه ثريس، أخد منطقة شباب اسمها إيه أنت اسمها ثريس، كل ديت في أنحاء العالم القديم، تمام. وثريس ديت كانت مقاطعة مهمة جدا ما بين منطقة بلغاريا وغريس ان تركيا. خلاص سليوكوس، خلي بالكم من سليوكوس دوت عشان سليوكوس ده هيلعب دور مهم، هو بطولمي. سيبكم من الناس التانية دي خالص، لان الناس التانية ديت اصلا القوات دول هيبدأوا ايه يحصل لهم إليمينيشن كده، ويظهر ولايات جديدة ودول جديدة بعد كده بالتدريج، تمام. طيب سليوكوس عمل ايه؟ He was one of the officer and companions of Alexander and one of his closest friends، يعني واحد من ابرز قواته. However he didn't receive the satrapy، but Perdiccas gave him the command of the royal cavalry. خلاص Perdiccas اللي هو الشخص اللي كان بدأ مسيطر كده شوية ما اداش سليوكوس حاجة، لسه اداله كده ايه فرقة المشاه الملكية. خلاص وده برضو هيسبب بعد كده ايه أزمة، ماشي يا شباب. طيب نقولهم تاني، نقول ان القوات او الستراتيبس الستراتيبس بتاعت الالكسندر ذا جريت كلها اتوزعت ما بين قواته. مين خد مصر؟ بوتولومي، وهيكون بعد كده المملكة البطلمية. انتيجونوس مونوثالموس the one eyed person خد parts in central Anatolia. ايومينيس اوف كارديا خد ايه بقى؟ خد كابوتيكا and بامفلوجانيا، ودي برضو في اناتوليا. كابوتيكا دي في منطقة بيرتشيا على فكرة، اللي هي جزء من الفرس. خلاص ليسيماخوس خد ايه؟ خد ثريس، وقلنا ثريس it's a region between Bulgaria, Greece and Turkey. سيليوكوس however being one of the highest officers he didn't receive any strategos but he but Perdiccas gave him the commander of a of the Ural cavalry. The body of Alexander the Great was prepared to be buried in the temple of Amun at Siwa Oasis. تنفيذا لوصيته هو بدأوا يحضروا الجثمان بتاع الإسكندر الأكبر علشان يتم نقله لمعبد أمون في سيوا ويزس عشان يدفن هناك. روكسانا مرات إسكندر بعد فترة كده gave birth to a son and he was named Alexander.
and announced to be the joint king. The joint king الملك المشارك. ما ملك المشارك مع مين؟ فاكرين الملك المشارك مع مين؟ اه بالظبط، الملك المشارك مع اخوه الغير شقيق، الاخ الغير شقيق للاسكندر الاكبر، واللي هو ايه؟ اريدايوس. In Egypt, في مصر, the monuments and papyri bore the name of the two kings, Philippus the third. خلاص يعني ال documents في مصر خدت the name of the two kings, Ariados و Philippus. طيب Philippus the third, and after that Alexandros the fourth, اللي هو ابن أبيه، اللي هو الإسكندر الرابع، ابن أبيه الإسكندر الثالث. ومين هو الإسكندر الثالث؟ الإسكندر الثالث زي ما قلنا إيه، اللي هو بالضبط الإسكندر الثالث هو الإسكندر الأكبر. خلاص يبقى Egypt, in Egypt there were two the papyri were named after the two kings, Philippus the third اللي هو إيه أخو الإسكندر غير الشقيق، and Alexandros the fourth, the son of Alexander the Great. هل اتفاقية بابلون ديت أرضت الناس؟ حصل استقرار؟ لا للأسف ما حصلش، لأن هيحصل أكيد تنازع ما بين القوات، كل واحد عايز يستقل. يعني إيه إحنا عيل صغير جايبينه لسه مولود هيبقى هو الملك، وإحنا كقوات شاركنا في مع الإسكندر الأكبر ما نكونش إحنا ملوك مستقلة؟ فطبعا بالمنطق أكيد بعد فترة هيبدأوا إيه ينفصلوا. خلاص The settlement of Babylon didn't represent a practical solution. يعني ما كانش فيه حل جذري وحل على أرض الواقع، a practical solution for the situation after the death of Alexander the Great. There was a conflict between the concept of remaining the unity of Alexander's empire. كان في conflict، يعني كان في صراع ما بين حاجتين، ان انا عايز احافظ على حلم الاسكندر اللي هما برضو قواده وكانوا متأثرين بيه، and the desire of Alexander's leader to rule their own independent areas. يعني كان في صراع ما بين رغبتهم ان هم يصبحوا ملوك مستقلين، وان هم يحققوا حلم الاسكندر القائد الاعظم بتاعهم، اشهر قواد العالم القديم. خلاص وده بعد كده هنشوفه بعد كده في المحاضرات التالية. ارجو ان انتوا تكونوا فهمتوا الموضوع ماشي ازاي. بعد كده زي ما قلت لكم هيحصل بقى تغير في الخريطة، هيحصل انقسام. كل دي يا شباب كانت الامباير بتاعت الاسكندر الاكبر. تخيلوا ان واحد ميت وهو عنده 32-33 سنة، خلاص قدر ان هو يعمل يضم كل الاجزاء دي تحت امرته. طبعا الاسكندرية ومصر كانت من نصيب الدولة البطلمية، الجزء اللي بالسيمون دوت كان نصيب كينجدم اوف سيليوكس، ودي اللي هنتكلم عليها. الجزء اللي بالأخضر اللي بيشمل منطقة بقى اللي هي بلغاريا وتركيا، والجزء بتاع بلاد الشام والكلام ده كله كانت تحت أنتيجونس. خلاص والجزء اللي فوق ده يعني احنا ما كانش لينا دعوة بيه قوي، كينجدم اوف كاساندرا والكينجدم اوف ليسيماخوس. خلاص كده كينجدم اوف كاساندرا اند كينجدم اوف ليسيماخوس، ودي بتاعت انتيجونوس، ودي برضو هتلعب دور مهم جدا، ودي بتاعت سيليوكس. خلاص يبقى بوتولومي دي المهمه اللي تعنينا، انتيجونوس سيليوكس، بوتولومي انتيجونوس سيليوكس. خلاص واتمنى تكون المحاضره مفهومه ومشروحه كويس. ان شاء الله نلتقي على الف خير النهارده، هنشوفكم ان شاء الله النهارده الساعه 2، هنزل لكم المحاضرة حالا دلوقتي. وده هيكون معادنا ان شاء الله، وهيتم تغييرها فعلا في الجدول. واي استفسارات انا موجودة، وهنطلع ان شاء الله كده اونلاين مع بعض نناقش المحاضرة لو في اي استفسارات. اتمنى ان انتوا تسمعوها كويس جدا، ويعني تكتبوا نوتس بيها، واتمنى لكم كل التوفيق يا سنة تانية.